I love the sound of Mother Nature. This is the purest place you can describe Mother Nature. You see the waters come from the peaks, you see the green mountains, and you see the peaks. Today is the Earth Day, and me and my team, we decide to look for nature on our way to Bursa. And this is how I imagine Mother Nature is. أدرك الأتراك جيداً أهمية موقعهم الجغرافي والتنوع الطبيعي الذي حباهم الله به من بحار وجبال وأنهار وغابات، وأيضاً التاريخ العريق الماثر الآن في عدد كبير من مدنهم، فاستثمروا جيداً في السياحة. ولعل أهم ميزة في تركيا عندما نزورها هي تركيبة البساطة والعراقة والهوية والروح اللي نحس فيها في وين ما رحنا هنا في تركيا. ولكن تتفقون معي بأن يبقى الإنسان هو العامل الأول في ربطك بمكان ما، وفي تركيا الغالب على أهلها حب الزوار والدماثة واللطف، لكن السياحة تحتاج إلى تدريب وتطوير في البنية التحتية، وهذا ما كان هنا في تركيا. الإنسان، الوقت، والأرض، ثلاثي النهوض كما عرفه المفكر الإسلامي الشهير مالك بن نبي. املك العوامل الثلاثة، استثمر فيها واستحظى بمجد التقدم والسمو وتجاوز السحاب. المعرفة المتجاوزة للعلوم، المعرفة العميقة المؤثرة هي الصانعة الحقيقية لمجتمعات مستنيرة وقادرة على التطوير وعدم التحجر. عندما تمتلك الوسائل ستنتصر على الظروف، فلا يمكن النهوض بمجتمع جاهل. الإنسان عدو ما يجهل، مثلما الجهل هو عدو الإنسان. دكتور، فرصة سعيدة أن نشوفك فيها. فرصة سعيدة. دكتور، أرى الكثير من تاريخ هنا في كونيا، وأن سمعت أيضاً أنها عاصمة السلاجقة في ذلك الوقت. كيف كانت حياتهم السلاجقة منذ ذلك الوقت؟ نعم، في عصر السلاجقة مدينة كونيا كان عاصمة هذا الدولة، لأن هذا المدينة وسط أناضولو، هذا منطقة الأمنية في هذا العصر.
الغربيون يهاجمون على أناطوليا لتحصل من أيديهم من أيدي سلاجقة. لهذا السبب السلاجقة تفضل هذا المنطقة عاصمة. هذا المنطقة تسلط من غربيين من القرن العاشر إلى الحادي عشر، من قرن الحادي عشر قرن العاشر. أوكي. إذن دكتور، كيف دخل الإسلام إلى تركيا؟ إلى تركيا دخل الإسلام إلى تركيا في عصر السلجوقية، في سلطان ألبارس، عصر سلطان ألبارسلان، بعد معركة الملازجرد في 1071 ميلادي في شرق الأناضول. هذا العصر في عصر عاصمة السلاجق مدينة كان أظهر المدن في عالم الإسلام، لأن كل العلماء في هذا العصر اجتمع في هذا المدينة، العلماء وغيرهم. دكتور، حتى أنا سمعت رأينا تمثال جحا. نعم جحا. هنا الصراحة من الظريف حتى نسمع عن قصة جحا من وإحنا أطفال. نعم. أبدا ما توقعت أن يكون جحا من كونيا. نعم الجحا جاء نفس الشيء من خراسان. أنا كنت أتوقع أسطورة. أسطورة ولكن ليس أسطورة حقيقة. هذا الشخص ليس أسطورة مشخصة، ولكن بعض الحكايات أضيف إلى هذا الجحا بعدين تلبس الأسطورة. أرى هذا المسجد الجميل دكتور. المسجد الجميل، نعم. حدثني عن هذا المسجد. هذا المسجد بني أم سلطان عبد العزيز. أم سلطان عبد العزيز. أم سلطان عبد العزيز. هذا المعماري أنت تشوف معماري غربية. أي لماذا؟ لماذا؟ لأن القرن التاسع عشر يتأثر معمار الغربيين على مجتمع العثمانية، لهذا أول المساجد بني أسلوب الغربية. وهذا الشكل ليس معماري وصناعة تركية إسلامية، أكثر شيء غربية ولكن بطراز عثماني. الطرز ليس طرز عثماني، في سير غربية. عندي سؤال دائما يدور في بالي، لماذا قبل سنة 2000 كان التوجه التركي نراه أوروبي أمريكي أو شرقي؟ نعم. ولكن من بعد سنة 2000 لاحظنا بشكل كبير بأن التوجه أصبح شرق أوسطي عربي. نعم. التركيا ليس يتوجهنا كليا الغربية ولا يتوجهنا الآن كليا عربية، لأن التركيا من جهة الجغرافية يقع بين الغرب والشرق. نعم. يقع بين الشمال والجنوب. ولهذا السبب تركيا يضر هذا السياسة الموازنة ومعادلة. ولكن لماذا توجه قبل 2200 إلى غربية؟ لأن تركيا في هذه السنوات كانت تحت سيطرة العسكرية الأوليغارشية. دكتور، وين ما نروح في تركيا هناك تاريخ، في كل مدنها الصغيرة والكبيرة. نعم. في كل زواياها هناك تاريخ عريق يرجع إلى آلاف السنين. كم عمر التاريخ التركي، أو متى بدأ الإنسان يستوطن تركيا؟
في تركيا؟ نعم. هذا مهم كثيرا. أول الإنسان سكن في العالم مجتمعا في منطقة كونيا، كان اسمها تشاتالهيوك، قريب من هنا 30 كيلو. تشاتالهيوك يعرف من قبل التاريخيين أول مستوطنة بشرية، أول مستوطنة بشرية موقع تشاتالهيوك، كل العالم يعرف هذا. كم عمرها؟ كان قبل 13,000 سنة. تعلمت الكثير منك، ولكن التاريخ التركي جدا عريق وكبير كثيرة. يحتاج إلى بعدين حضارة الخيتيت، حضارة الفريك، حضارة اللوفي، حضارة الهلانسية، حضارة الروما، حضارة البيزنطية، بعدين حضارة السلاجقة، بعدين حضارة العثمانية، وبعدين نعيش هنا. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. أستاذ مصطفى، تحدث العربية وهي اللغة ثالثة لديه، وصراحة أنا جدا سعيد بأنك تتحدث اللغة العربية وتتقنها بشكل كبير. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. شكرا على واجبك. إن شاء الله نحن ننتظر كل القطريين إلى مدينتنا إن شاء الله بإذن الله. هذا أهل الضيوف. شكرا. شكرا دكتور. A unique village. You see a lot of life here. You see a lot of restaurants, a lot of cafes here. But what's really interesting is the foundation of this village. You see these caves on my left? That's the foundation of this village. People at that time, when they were flee from persecutions of religion, they used to come and escape in these caves with years and years and years, and they felt confident to go outside. So they came outside and they established this beautiful village.
happy? Wherever you go in Turkey, there are stunning views, and this is one of them. This lake is the biggest freshwater lake in whole Turkey, and has 33 islands inside it. And you see the mountains behind me, it's called Tors Mountain, and considered one of the highest mountain here in Turkey, and the highest is 3,700 kilometers. And the mountains behind me is Taurus Mountain, considered one of the longest range mountain in whole Turkey, and the height is 3,700 meters. Isn't it lovely?